قبل الامتحان غير هاد الايام ثلاث ايام ماكلات بعدا هذا هو الاولاني قاسي عليها كل شويه وداكشي ما بغاتش تاكل من ستريس ديال الباك بوحديتو ما عرفتش انا ستريس ديال الباك علاش كيجيهم تن هاد السنه هادي بالذات علاش كيجيهم هاد ستريس هذا كامل بنتي 10 كيلو طيحت اي عقل هذا ان 10 كيلو طيحت غير قبل البكالوريا غير كاستعداد من هاد البكالوريا طيح على 10 كيلو بزاف بزاف تانا شداني الخلعه تانا شداني الخلعه معاها وشداني اصلا على الصحه ديالها هي الاولانيه انا اذا مشات لي بنتي ولا الصحه ديالها طاحت او شي حاجه ما عندي منع من ان كاع بهاد الاراي هذه اللي غادي اللي غترزي لي بنتي بصحتها الستريس اللي كان فيا انا كخارج امتحان وانا كتلعب نقصت 10 كيلو في شهر شهر انا بقيت كناكل يوم خرجت فرحانه قلت صافي تفتحت الشهيه بازي اون فامونجي صافي دوما سي لو دورني جوغ نعس وتما ما هنعس غدا منين نجي من الامتحان ما تفيقليش حتى الاربعاء اللي ما جي يلاه رد العس ديال هاد لي موا خيسارجي بكالوريا احسن حاجه واسهل حاجه في الدنيا وتناقل ما كاينش حنا كنحفظوا تا دحفظ ودحفظ وكل شيء كيحفظ طاحت الشخص والقيبه واحلى تحيه للوالد والوالده اللي ما حفظش هذا العام هذا اللي ما حفظش هذا العام ضيع راسه السالم والله العاد انا استاذه نجات طاهري استاذه ديال الفلسفه بديت الخدمه مع ولادي منين دخلنا في الدخول المدرسي يعني كما جرات العاده من الاول وانا مركزه على الخدمه ديال الوطني وكيفاش كيتحط الامتحان الوطني والحمد لله سيدي ربي ما حشمنيش توقعات طاحت هي هذيك التلاميذ فرحانين وانا فرحانه بزاف حيت داكشي اللي توقعته هو اللي كان الحمد لله جدات معايا الصراحه وصراحه الامتحان كان ساهل يعني دغيا فرحنا ملي شفنا امتحان فين كان خصنا وخرجناه وخرجنا فرحانين دوزنا امتحان فلسفه مزيان كان امتحان في متناول انا كانت في ثلاثه المواد كانوا يعني عطاونا اختيار كنشكر الاستاذه ديالنا اللي وقفت معنا وقفت معنا اللي ضحات معنا مسكينه اللي عملت معنا بزاف مجهودات والحمد لله نتمنى التوفيق للجميع ما عرفتش كيزيروا هي صراحه جوج شنو مسميه امتحانات الاولى زيروا بجوج بيه حق الاخر دابا صراحه رخفوا لنا شي شويه كان شويه يعني ساهل ما عطاو شي صعيب بزاف والحراسه كانت مزيانه المهم حاولنا نقلو ما طفرناهاش فما تنطفروها في الفلسفه واحد الميته الصباح انا ماشي بنتي ولكن عزت عليا واحد الاستاذه هنا وقلت لها جيب لي الاسم وغنديها انا النيابه وقفت لها عند راسها ما بغاتش تحيد اللحظه اللي هضرت معها وقالت ليها استاذ زود جابت لها اللجنه تسجلها شنو هذا ايه هذا هات انا على العام اللي فات وانا كنحرس هنا يا نيت كنمشي هاد الطريق يعملوا التلام ايه ما غنقول لكش انا نقول ولا غنقول ولكن باش نجي نوقف لك على راسك جربها جرب واقف على راسه والله ما يجاوب وقالت لي هذا استاذه غير قلبني الا لقيتيني الا عندي شي حاجه ديني مثلا الا لقيت عندي شي اما باش جيت وقف لي على راسي وتبقى تطلي على الورقه وحنا راه قرينا لابيداغوجي حنا درنا ستاج عامين قرينا لابيداغوجي ماشي هكذا باش كيتعاملوا مع التلام وماشي وحده ماشي جوج الصباح هكذاك خارجين والله ديك البنيته لو كان شتيها راسي ضرني الدري تنعرفها انايا الصباح وقفوا لها قالت لها قلبيني ملي بغات قالت لها ما بغاتش تقلب بقات توقف حداها ما بغاتش تحرك كاع بخطره ما بغاتش تبقاش مريحه قالت تقول لي صباح الجبه زيرو انا مشى في حالي نحرك غير الزيرو ما بغاتش بقات توقف حداها ديال الصباح انا كنت غاتسخف اليوم بقات كتبكي الروينه دارت لهم ديال الفلسفه داز داكشي في المتناول زعما صراحه اللي ما حفظتش ضيع راسو هاد العام هذا كلشي جانا داكشي ساهل جانا داكشي ساهل وبطبيعه الحال واحد الاستاذه عندنا ما اروعها كانت الاستاذه ديالنا ما اروعها فهمت وكنوجهوا لها الشكر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.